بالمطهم ولا بالمكزم، كأنما الشمس تجري في وجهه بالغدو والآصال. قد عدوا العينين أزج الحاجبين، رجل الشعر ذو وفرة جمالية، طويل العنق كأنه جيد دمية، أو كأنما صيغ من فضة في الصفاء والاعتدال. أشعر المنكبين واسع الصدر، له مسروبة شعرية، ضخم الكراديس وبين كتفيه خاتم النبوة قد رزل الحجال. سبط العصب منهوس العقب، سائل الأطراف مفلج الأسنان الدرية، أشنبها إذا ضحك رؤيا النور، يخرج من ثناياه واسع الفم فصيح المقال. وأوتي جوامع الكلم ومجموع الحكم، وعرقه كاللؤلؤ، وعرفه أزكى من الروائح المسكية، مسيح القدمين إذا مشى في الصخر أثر فيه، ولا أثر لهما في الرمال. مجرد عن كثافة الحس، فليس له ظل في الشمس، كذلك الذباب لا يقع على ذاته النورية، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، وقدمه على النفس والأهل والمال. وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، لا يثبت بصره في وجه أحد، يلاقي الناس بالبشاشة وحسن الطوية، ويكرم الداخل عليه ويؤثره بالوسادة، ويقضي حاجة الكبير والصغير من الأطفال. وكان يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله في جميع الخصال المرضية، وكيف لا وهو المكمل، وبه الكمال، وبعث خاتما ومتمما لمكارم الأخلاق في جميع الخصال. وإلى هنا انتهت بنا سفينة السبح في لجج هذا البحر الذي لا ساحل له ولا أينيها، وقصرت بنا خطى المقال في ميدان هذا المجال الذي وقفت دونه عقول فحول الرجال. اللهم صل على الفاتح لما أغلق من التعينات العينية، والخاتم لما سبق منها في الجلال. صلى الله عليه وسلم.